دين الإسلام دين النظافة، والحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا تصفحنا صفحات سيرته نجده أكثر الخلق ميلا إلى النظافة وإلى الطهارة في جميع حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حد المبالغة، مع أن الله سبحانه وتعالى جعله طاهرا مطهرا، إلا أنه كان يعشق ويحب الطهارة والنظافة عليه الصلاة والسلام. الغسل قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا، يكون واجبا مثل الغسل من الجنابة والحائض تغتسل وغير ذلك، وقد يكون مسنون مثل سنة الاغتسال للجمعة، سنة الاغتسال للعيدين، سنة الاغتسال لحضور صلاة الكسوف والخسوف، بل سنة الاغتسال لاجتماع المسلمين في أي اجتماع من الاجتماعات، وكذلك سنة الاغتسال لدخول مكة وللإحرام وللحج. هذه المبالغة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الاغتسال ما كانت معهودة عند العرب وما كانت معهودة عند الناس، فإنما النبي صلى الله عليه وسلم جدد ذلك أو أنهض الناس وأرشد الناس إلى حسن الاغتسال وإلى كثرة الاغتسال في مواطن مختلفة. إذا كان اغتساله من جنابة، فكان عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ الغسل يغسل يديه، ثم بعد ذلك يغسل محل الأذى ويزيل القذى، يعني أنه يطهر مكان النجاسة من القبل والدبر. فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن يغسل قبله ودبره يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم بعد ذلك يخلل شعره بأصابعه ويصب الماء بحيث يصل الماء تحت كل شعرة من شعراته، لأنه صلى الله عليه وسلم نبهنا وقال لنا تحت كل شعرة جنابة، لذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه من غسل ما تحت شعره ويتأكد من ذلك. بعد أن يخلل شعره كان يصب الماء 3 صبات على رأسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يغسل ما أقبل من شقه الأيمن، ثم ما أدبر من شقه الأيمن، يعني يغسل الشق الأيمن أولا من الأمام ثم من الخلف، ثم يغسل ما أقبل من شقه الأيسر ثم ما أدبر من شقه الأيسر، ثم يغسل بعد ذلك قدميه، وربما كان قد بدأ غسل قدميه مع الوضوء ثم يتنغسل كذلك مع الغسل. ويسن هنا في الغسل أن ينتبه الإنسان من المعاطف، خصوصا إذا إنسان كان بدين ينتبه من المعاطف، ينتبه إلى ما تحت الركبة، إلى الإبطين، إلى ما بين الفخذين، الأماكن التي يمكن ألا يصل إليها الماء يتنبه في أن يوصل إليها الماء ويدلكها بيده حتى يتأكد أن بدنه جميعا قد تعمم بالماء فصح غسله. هذا وصف الغسل الواجب. وكذلك قالوا يسن في كل غسل من الأغسال حتى لو كان الغسل غسلا مسنونا، يسن أن يستخدم فيه هذه الكيفية كاملة مع كل ما ورد من سنن الوضوء من السواك والتسمية والتثليث، وكذلك يختم بالدعاء كما أنه يختم بدعاء الوضوء، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. هذا الدعاء قال فيه صلى الله عليه وسلم من قاله بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة 8، وكذلك بعد الغسل فهو دعاء عظيم ينبغي للإنسان أن يهتم به وأن لا ينساه في مثل هذا الموطن الشريف المبارك. هناك ملاحظة مهمة في غسل أو في الاغتسال، الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان من سنته أنه لا يغتسل عاريا، يعني لا يغتسل إلا بإزاره مستور ما بين السرة وما بين الركبة، فإذا أراد أن يغتسل يرفع إزاره ويدخل الماء إلى ما تحته، فذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو من السنن المهجورة التي يهملها كثير من الناس، وأمرها متعلق بالحياء، فعلى قدر الحياء ومراقبة المولى في داخل قلب الإنسان يكون العمل بهذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف، والله سبحانه وتعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين،
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف حتى في الوضوء وفي الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من صاع، الصاع 4 أمداد، يعني ما يقارب تقريبا علبة موية الصحة الكبيرة هذه أو زيادة قليل. هذا الصاع الذي كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم غسل كامل، شدة الحرص على الماء جعلت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أو يكره الإسراف في الماء في الوضوء، يعني في العبادة، ولو كان من نهر جاري، يعني لو كان في نهر جاري يكره الإسراف فيه. حتى في مرض وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرص أن يعلم الناس كيف يغسلوه بعد أن يتوفى، وطلب منهم أن يغسلوه من ماء معين، من بئر معينة. قال لهم: إذا أنا مت فغسلوني من بئري، بئر غرس. فما أعظم بعثته وما أعظم تعليمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما بقي على الإنسان إلا أن يتابع ويعمل ويقتدي، فيهتدي فيرتقي فينال محبة الله، ويتحقق بقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حتى في المواطن التي ربما يستقدرها الإنسان سيجد فيها من محبة الله سبحانه وتعالى ما لم يكن يعرف في حياته السابقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.